обеспечения мощного роста экономики. А в этом способен сыграть... المخدرات بداية نهاية مع تحيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات. أهلا بكم أعزائنا المستمعين وبضيفنا الكريم ضيف الاستوديو العقيد الدكتور سامي بن خالد الحمود الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات مبرا. أهلا وسهلا بك سعادة العقيد الدكتور، وشكرا لك على قبول دعوة البرنامج من جديد وأيضا وجودك معنا للالتقاء بالمستمعين الكرام. أشكركم حقيقة على حسن الاستضافة، وأسأل الله عز وجل يجعلنا خيرا ما تظنون، ونقدم شيئا حقيقة يعني يثري هذه الحلقة المتعلقة بموضوع حيوي وحساس يتعلق حقيقة بأبنائنا وبناتنا بالذات المراهقين، وهم الآن على أبواب مرحلة مهمة جدا، مرحلة امتحانات. أسأل الله عز وجل يعينهم ييسر أمورهم ويكفيهم كل